يعني بعتقد انا هذا الملتقى يعتبر من او الخطوه الاولى اللي راح يبرز من خلاله دور الاعلام وتوضيح هذا الدور. طبعا الاعلام بكافه وسائله المقروءه والمسموعه والمرئيه، وبالتالي هذا الموضوع له اهميه كبيره جدا. بالنهايه المعاق هو انسان له حقوق وعليه واجبات، ولا المشكله الان كمجتمع في المجتمع السوري كاي مجتمع من مجتمعات العالم الثالث لا يوجد شيء اسمه ثقافه الاعاقه، ودائما ينظر الى المعاق من تحت باب الشفقه والعطف والاستحسان، وهذا الامر اجحف المعاق بكثير من الحقوق. لذلك كان لابد لنا من التفكير بهذا الملتقى ولالقاء الدور الاساسي للمعوق، كيف يمكن له ان يطور، يخدم، يقدم، ينمي مجتمعه مثل الإنسان الطبيعي. ذوي الإعاقة بيستاهلوا منا أنه نقدم لهم أكثر بصراحة، لأنهم فيهم المبدعين، في الطبيب، في المهندس، في الصحفي، في ناس كتير جيدين وبيقدموا للمجتمع. نتمنى من الإعلام يكون أو يلعب دور أكبر بهالقضية هاي، لأنه بالإعلام بنقدر نحن نوصل ونوعي المجتمع. يعني أنا كيف بدي وعي ناس قاعدين بقرية مثلاً بقضية الإعاقة؟ يعني ممكن أنه كثير من الناس بيشوفوا شخص معاق بينظروا له نظرة شفقة، نظرة يا حرام. نحن بدنا نحاول من خلال وسائل الإعلام نغير هالنظرة، وبدنا نحاول نعمل رأي عام جيد بالنسبة لذوي الإعاقة. مشاركتنا منشان الأطفال ذوي احتياجات الخاصة، بما أنه نحن عنا مدرسة تابعة لجمعيتنا هي مدرسة عصافير الجنة، منهتم بالأطفال اللي عندهم داون والأوتيزم، فهذا كتير مهم لحتى ننهض بهاي الفئة من المجتمع.